من صغري انا بحب اسمع مشايخ ومهتم بالقران الحمد لله. يعني ما شاء الله عليك ما شاء الله. تسمع مين؟ فيه الشيخ محمود علي البنا، وطبعا الشيخ مصطفى اسماعيل بقى في التجويد، حضرتك عارف يا بقى سيدي. الواحد بينسى نفسه يا معاه. سيدي ما شاء الله. طيب نبتدي على طول نستهل الفقرة بتاعتنا بآيات من الذكر الحكيم. إن شاء الله هقرأ من الآية التاسعة اللي هي تاني آية في الصفحة من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم.